انا هقعد معاكم في البيت هنا. اكيد فهمت غلط. لا يا معلم. انت فهمت صح. حياه؟ اه يا اخويا حياه. هو كل واحد ماشي كله دي حياه حياه حياه. اه حياه. حياه نبيل المهدي. السي دي لسه عندي. اور اور امن الدوله بيدوروا عليكي. بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ قلت لك ما تعيطش. خلاص يا سيد. محمد سامي الحقيقة يعني أنا تشرفت بمعرفته ليس فقط على المستوى الشخصي ولكن من خلال أعماله الدرامية والسينمائية من اللحظة الأولى وأنت بتشوف عمل درامي معين تبقى عايز تعرف مين المخرج. الحقيقة محمد سامي من الناس دول اللي أنت وأنت بتشوف مسلسل معين هو عمله تبقى بسرعة عايز تشوف هو مين اللي أخرج ده، لأن بيبقى عنده رؤية في هذا الإخراج، عنده موهبة خاصة رغم صغر سنه. معرفش التراكم والنضج زي ما أنا كنت بتكلم أنا وهو هيوصل محمد سامي لفين، لكن في اسم استطاع أن يضع نفسه وبصماته بقوة على الساحة الدرامية والسينمائية وهو محمد سامي. أهلا بيك. أهلا بيك. إزيك؟ أنا منحازة لك فده مشكلة في الحوار. ربنا يخليك، ده من ذوقك. مبروك أهواك. الله يبارك فيك. الحمد لله. عندك أعمال. هتكلم عن الدراما بس أنا هبدأ بالسينما الأول عشان نبدأ بالجديد وهو أهواك. ليه أهواك؟ على فكرة أهواك ده خلاك ما تعملش دراما 2015 تركز في المشروع ده وفي مشروع عمرو سعد. أهواك للفيلم ولا للاسم؟ لا للفيلم. 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 أنت كتبت قصة، خلينا نقول ده. بصي أنا شايف إن كل فترة بيبقى في حالة مزاجية للمتلقي. الناس في الشارع دي عندها كل وقت بيبقى في حاجات هم محتاجينها، عشان يتفرجوا عليها عشان ما يزهقوش. انا دلوقتي لما بفتح النشره او لما بفتح التلفزيون طول الوقت في اكشن، طول الوقت في انفجارات وفي ميتين وفي دم وفي قنابل وفي اكشن كتير في التلفزيون، واكشن حقيقي وذبح حقيقي وكل حاجه حقيقي موجوده دلوقتي اكشن. لما اعمل فيلم اكشن النهارده بينجح ومهم، بس انا مش انا وظيفتي انا بسلي الناس. يعني أنا وظيفتي إن أنا أخلي حضرتك في البيت تتسلي، وأخلي السادة المشاهدين في البيت يكونوا قاعدين بيتسلوا، أخلي الناس تنزل السينما تقطع تيكت بفلوس عشان تروح تتفرج، تتسلى، تفرح، تتبسط، تجيب كيس فشار، تتفرج على فيلم، تضحك شوية، تهزر، تمشي. وأنت بتعمل ده هتديهم يعني، ما أنت ممكن تطبخ طبخة معينة فيها الإطار اللي أنت بتقوله، بس أنت عايز هدف معين من الفيلم، ولا أنت هدفك هو التسلية والمتعة؟ لا بصي أنا هقول لحضرتك على حاجة. ما أسهل على فكرة إن أنا أعمل فيلم كوميدي وأجي في الآخر أعمل حتة صغيرة فيه كده وأضحك على الناس وأقول إن أنا صاحب رسالة تنويرية، صاحب رسالة، وأنا كان قصدي في الآخر إن أقول في الفيلم ده الوفاء لأي حاجة، وأفتي أي فتية في الآخر ومشهدين يلموا الموضوع. مش صح. أنا لما باجي أعمل فيلم ما بيبقاش عندي منه المسج الأول على فكرة إن أنا أعمل فيلم ولا أخجل إن أنا أقول ده. أنا ما بيبقاش عندي المسج من الفيلم قد ما أنا بحب تناول القصة. انا باجي اعمل فيلم انا بحب احس ان الفيلم ده حياه. انا لما كنت بدخل سينما وانا صغير او بتفرج على فيلم وانا صغير، وايفن لما كبرت وايفن لما اخرجت بتفرج على الفيلم ده بعيش جواه حياه كاني سافرت رحله. بتفرج على فيلم زي تايتانيك بحس ان انا سافرت في رحله، رحت معاهم المركب ودخلت معاهم الاوض وغرقت معاهم في الاخر. بتعيش يعني. بعيش معاهم القصه. انا برضو لما باجي اعيش قصه بعيشها مش عشان الرساله في الاخر، بقى لما الرساله بتاثر عليا بشوف نتعلم من الرساله دي ايه، نتعلم من الموضوع ده ايه، نتعلم ما نقعش في اخطاء الناس ديت ازاي، نتعلم الحاجات. انت كنت بتدخل افلام مين وانت صغير؟ كل الناس، كل الافلام. كنت بتدخل افلام يوسف شاهين؟ لا لا ليه؟ كنت انا احترم استاذ يوسف شاهين جدا وبحب تاريخه السينمائي، وعارف ان هو لو اتشال من تاريخ صناعه السينما يفقد جزء كبير منها، بس انا ما كانتش افلام يوسف شاهين كانت بالنسبه لي هي الافلام اللي اهم بالنسبه لي. كنت انا كنت بحب افلام امريكاني كتير قوي، وكنت بدخل الفيلم وانا ما بفهمش لسه يعني ايه مخرج، كنت بدخل الفيلم للممثل، كنت ادخل فيلم عادل امام ده الفيلم بالنسبه لي، ادخل فيلم احمد السقا، ادخل فيلم كريم عبد العزيز، ده الفيلم بالنسبه لي. انما بعد شويه بقيت احب مخرجين معينين بقوا هم دول اللي ادخل لهم، بس لما بدات افهم يعني ايه فكره اخراج كان الموضوع بالنسبه لي، كان الايمج بالنسبه لي او احساس ان ده مخرج بحب ادخل له فيلم كان استاذ شريف عرفه. شريف عرفه ما كانش الاستاذ يوسف شاهين، وما حضرتش على فكره انا افلام بغزاره في السينما ليوسف شاهين. وانا عندي كونسبت طالب هيدخل الجامعه خلص ثانويه عامه، فمامته بتحكي لي قصه لطيفه قوي عنه، ان هما مره دخلوه فيلم ليوسف شاهين فطلع بيعيط من الفيلم لانه ما كانش فاهم حاجه. يوسف شاهين صاحب رؤيه خاصه جدا وصاحب رؤيه يعني ليها جمهورها وليها ناسها اللي بتقدرها وبتحترمها وبتحبها. لازم تحترمي مجمل اعماله، لازم تحترمي افلامه اللي عملها لانها نوع معين، نوع مهم بس مهم بالنسبه للناس اللي بتحبه. انا بفهم الفيلم التجاري، انا احب الفيلم التجاري. بتحب الفيلم التجاري؟ جدا. انت هتعمل مشاكل في الحوار. تايتانيك فيلم تجاري. طيب خلينا اخد اهواك عشان اشوف في سكه الفيلم التجاري، لان الفيلم مكسر الدنيا وفقا للايرادات. احنا هنختلف على مسمى تجاري بس. هنختلف على بالنسبه لي بس لو بالتجاري وبالحسابات الاقتصاديه، الارقام اللي محققها اهواك ارقام ما شاء الله، يعني نمسك الخشب يعني اظن السبكي مبسوط فلوس اهو، ما ضيعش فلوس في الارض. الحمد لله. نشوف اهواك. نفسك بس يا غدير، نفسك بس، قوليها بثقة يا زعل. هي ماما مالها؟ حظك اليوم، خليك في الصغنن. أهي مامي جت. هي دي الحاجة؟ دكتور شريف، دكتور تجميل. أنت وصلتي للمرحلة دي؟ ممكن تبعتلي تصبيرة؟ شوف اللي فوق ما نجدهاش. ها اتزنقتي قوي، حملي على اللي تحت. ولما انت عندك كرامه قوي كده جايبه لامك واحد ما تعرفوش يقعد معاها في البيت ليه؟ صباح العسل. بونجور. برنس صغير جدا عليا. انت شفت البت عجبتك، شفت امها برضه عجبتك، انا رايي ما تتسرعش وتاخد قرار غير لما تشوف جدتها. انت طلعت لنا منين؟ استني بس عليك على حاجه، عليك على حاجه. فينا على حاله كل الاوقات بتوعدني اطلعين. بابا طب اعمل لك ايه عشان ترتاح؟ اشوط لنا البنات دول. حبيب خاله، خال قصير جدا، خليه كده يفكر، مجرد يفكر انه يغتصبنا هيشوف انا هعمل معاه ايه. هتعملي في ايه بقى؟ هعمل حاجه. هتعملي ايه؟ ايه ده؟ طب ما ليه حق يسيبك يا رنا. يعني ده انت لو نزلت نازله زي دي يجي لك ديسك. ايه بقى حكايه حبك للفيلم التجاري؟ لازم الفيلم يجيب فلوس والا يبقى فاشل؟ طبعا. هو يعني ايه الفيلم يجيب فلوس يا اما يكون فاشل، او يعني ايه فيلم تجاري الاول؟ هو الفيلم ده ايه؟ عباره عن ايه؟ مش صناعه السينما ديت صناعه وفن؟ الاثنين على بعض. هي صناعه زي اي صناعه. ينفع واحد يفتح مصنع فاشل، مصنع بيبيع برودكت بيعجب الجمهور، بيعجب الناس اللي بتشتريه، يعني بيبيع علبه اي حاجه، اي منتج الناس بتشتريه وبتحبه قوي المنتج ده، بس هو بيكلفه 4 جنيه، فالمنتج بيتباع ب 2 جنيه، فهو الراجل ده فاتح البروجكت بتاعه عشان الناس تتبسط، يبسط، يسعد الجمهور. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا، بتبقى التجاره فاشله. اللي بيحصل ان انا بروح لمنتج، كل منتج هدفه التجاره، اي منتج موجود هو الراجل بيطلع فلوس في السنه بيعمل بيها افلام عشان يكسب منها. انا لازم اروح اعمل له فيلم ابيع فيه فكري وارجع له فيه فلوسه، يا اما بعد كده الراجل ده بعد شويه هيشوف ان انا مخرج بعمل افلام ما بتجيبش فلوس. نجوم السينما متحدد اجورهم على كم ايراد بيجيبوه في العالم كله، مش بس في مصر، في كل العالم. صناعه السينما تتحكم، النجم ده النجم الفلاني هياخد اجر اكبر من النجم الفلاني عشان بيجيب ايراد اعلى، مش عشان هو بيقدم فن اقيم. الفن حضرتك تحترميه بالطريقه اللي انت بتقدميه بيها. انا من اول ما طلعت لغايه دلوقتي مفيش قدمت ولا مره كونسبت من غير فن، مفيش ولا مره في مسلسل او في فيلم عملته قدمت الحاجات اللي هي التجاري، المعنى التجاري الاخر بقى، المعنى التجاري اللي هو في ناس تانية تحبه او جمهور يروح له او منتج يقدمه انا ما احبهوش، اللي هو التجاري الركيك بقى. انا ده ما بحبهوش، انا ما بفهمش التجاري اللي من غير قصه وكله تطبيل وتزمير والحاجات دي، ليها جمهورها وفي العيد بينزل عليها ناس. ما التجاري للاسف، وانت اصريت انك تشرح المفهوم، لان التجاري كان بالنسبه للناس هو الافلام اللي فيها رقص ومسرح وناس بتشرب وحاجات كده، وكأنه هو ده المجتمع. ويعني تايتانيك كان فيلم تجاري، افاتار كان فيلم تجاري، سهر الليالي كان ايه؟ سهر الليالي فيلم نجح، فيلم نجح تجاريا وجاب ايراد كبير على ما اعتقد. يبقى فيلم ايه؟ الاثنين، فيلم حلو، فيلم راقي فنيا وفيلم تجاري حقق مكاسبه، بس انا مش عارف ايراده كان كام بالظبط. يبقى الاثنين ممكن يتعمل، الرقي يمكن بس اعتقد برضو ان سهر الليالي ما حققش ايراد كبير قوي، مش فاكر انا بالظبط وقتها لان الايرادات كانت اقل من دلوقتي بكتير. ده انت تحس ان هو اعاد الروح للسينما المصريه. سهر الليالي بدأ مرحلة جديدة. سهر الليالي فيلم أنا لغاية النهاردة بتفرج عليه، بحبه وبحترمه، فيلم حلو. أنا بتكلم معاكي على فكرة هو جاب إيراد قد إيه في السينما؟ أنا مش عارف وقتها جاب إيراد قد إيه، يعني في أفلام مهمة قوي على فكرة إحنا نعرفها ما جابتش إيراد ضخم جدا. صحيح صحيح. ولكن هو فيلم مهم وهيفضل فيلم مهم. الجزيرة فيلم إيه؟ الجزيرة فيلم تجاري طبعا. طبعا فيلم تجاري، بس في إبداع وفي رقي. الجزيرة جاب حاجة و30 مليون جنيه تقريبا. بس في رقي وموهبة وأداء وتمثيل ووحوش، يعني فيلم إخراج أستاذ شريف عرفه، بطولة أحمد السقا، سبورتنج رولز خالد الصاوي، خالد صالح، هند صبري، كله نجوم كبار. ما هو لازم يعني هو لو ما طلعش كده يبقى عندهم حاجة غلط. يعني لازم لما يبقى فيلم إخراج شريف عرفه، كاتب الورق بتاعه دياب، ممثله احمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي، ما يطلعش فيلم حلو يبقى الناس دي عندها حاجه. طب ايه حكايه القصه بقى؟ انت راجل مخرج طبعا، ايه اللي خلاك تالف قصه اهواء؟ ما اعرفش، تالفت لوحدها. انا كنت قاعد بقالي فتره بتفرج على افلام ابيض واسود، مراتي مدير عام والزوجه 13 وبين السماء والارض. ايه الافلام الحلوه دي؟ وقعت عليها فين دي؟ ايه الافلام اللي انا نفسي اعملها الفتره الجايه بصراحه. هي افلام عجباني قوي، افلام كل حاجه فيها صح، السكريبت صح، الدراما صح، التمثيل صح، الديكورات، الازياء. طب بمناسبه السكريبت، الاستاذ طارق الشناوي قال لك انت كنت ممكن فيلمك ده اهواك يطلع احسن من كده لو جبت سيناريست عمل لك سكريبت كويس، يعني قصه حلوه، بس هات واحد يعمل لك. اشكر الاستاذ طارق على نقده طبعا، وانه قال كلام كويس جدا على الفيلم، ولكن هو بس ما خدش باله من حاجه. هو اوريدي انا عملت كده، انا جبت استاذ وليد يوسف، مؤلف كبير صديقي اللي بقدم له تحيه وبحبه وبحترمه جدا، وراجل ليه اعمال مهمه جدا عملها سواء سينما او سواء تلفزيوني. يعني الراجل عمل ليه خلتني احبك، وعمل الدالي، وعمل حاجات كتير طبعا، سلسله الدالي. طبعا وليد يوسف، انا جبت وليد يوسف قلت له وليد انا بألف فيلم، تعالى اقف معايا، تعالى انت مش صاحبي، تعالى هتعملوا عمل درامي مع بعض قريب، بنكتب حاجه سوا ان شاء الله رب العالمين، يبقى لها مكان كويس. قلت له وليد انا بعمل كده، وجبت فعلا مؤلف كبير زي وليد قعد معايا وظبط حاجات في السيناريو معايا واتفقنا، ووليد اسمه في تتر الفيلم شارك في السيناريو وليد يوسف. فاوريدي انا عملت الاستاذ طارق قال عليه، بس هو الاستاذ طارق يمكن ما شافش مشاركه وليد على التتر، ما اعرفش هو الاستاذ طارق شايف ايه اللي يفتقده سيناريو الفيلم. بس انا شايف ان هو على فكره يعني نقده كان نحو الاجود للحقيقه. انا تحت امر الاستاذ طارق على فكره، يعني ما بيعجبوش العجب ولا صيام في رجب، فانه يقول لك ان الفيلم كويس، بس كان يمكن ان يصبح افضل اذا جبت كاتب سيناريست. اتمنى من الاستاذ طارق لو انا قعدت معاه بصفه شخصيه، انا نفسي بجد افهم منه ايه النقاط اللي هو كانت ناقصه ايه النقاط اللي كانت ناقصه السيناريو عشان يتمم الجوده بالنسبه له. تمام، انا مش عارفها ايه هي، لاني انا راي النقاد فوق راسي وبحترمه وبحبه وبيوجهنا للافضل، وكل الكلام اللي انا بقوله وانا في برنامج ده جميل، ان راي النقاد حاجه حلوه انا اللي بيهمني راي الجمهور اكتر من راي النقاد بكتير. انا الجمهور في الاخر لو خرجوا يقولوا لي بس الفينال مش قد كده، او عارف ما حسيتش بقصه الحب، او اخاف اترعب، لان ده جمهور اللي هو متخصص ولا هو اي حاجه. انا بقف على باب السينما، ده المتذوق الطبيعي بتاعك، بقف على باب السينما اتفرج على الناس وهي خارجه الامبريشن بتاعها ايه، بعد ما دفعت التذكره وماشيه مروحه متفرجه على الفيلم مبسوطه بيه حباه، ماشيه واخده وجبه بتاعتها مظبوطه، ولا حاسه ان الفيلم ملوح او ناقصه حاجه، او في بعد درامي ما وصلش، او الفيلم فيه فزلكه في منطقه او حاجه. الفيلم انا اما جيت اعمل الفيلم ده قلت للسبكي انا عايز اعمل فيلم تجاري رومانتك كوميدي. ده مش اول تعاون بينك وبين السبكي؟ لا، اشتغلنا قبل كده. عايز اعمل فيلم بتاع عمرو سعد، مش كده؟ رجاتا، اشتغلنا رجاتا سوا. اما قلت له انا عايز اعمل فيلم تجاري رومانتك كوميدي، شكله مش بيئه، شكل الفيلم مش وحش. قلت له عايز اعمل فيلم تجاري صورته حلوه جدا، ديكوراته حلوه جدا. شكله مش بيئه دي تعليقا على ايه؟ على حاجات كتير بتحصل، على افلام كتير بتحصل. بصي انا مستعيد رشا، هتلاقيني بقول لك الفيلم الفلاني مش عاجبني، او الفيلم اللي موجود في الحته الفلانيه مش عاجبني، لان ده مش دوري، انا مش طارق الشناوي، انا محمد سامي المخرج. برايي احتفظ بيه لنفسي، اشوف اللي حواليا الوحش عشان انا اعمل الحلو، مش عشان انتقد. لا، انا بتكلم عن حوار بينك وبين الاستاذ السبكي تحديدا، استاذ محمد السبكي. انا قلت له انا في نوع فيلم انت احيانا بتعرف يا محمد، انت في السوق يقول لك السبكي ستايل، ما هو السبكي ستايل دي برضو انا معترض عليها سواء محمد السبكي او لاحمد السبكي. اول حاجه خلينا نقول طالما جبنا سيره السبكيه نتكلم عنهم بالحق جدا. احمد ومحمد السبكي الاثنين النهارده اكبر منتجين في مصر وهم اللي بيعملوا افلام كتير جدا، اكبر منتجين من حيث الكم، هم اللي مستمرين في الانتاج رغم كل الصعوبات اللي بتواجه صناعه السينما. كلام جميل وكل الناس دول عارفاه واتقال الكلام ده اكتر من مره. لما انا اجي اتكلم عليهم النهارده اقول هم مش بيقدموا فيلم بيعجبنا وفيلم ما بيعجبناش، فيلم ذوقه اللي هو الطبله والرق والليسي والحاجات واللي هو الفيلم بتاع ذوق ناس معينه بتاعت ناس بتحب تدخله في العيد، فيلم بيسموه فيلم العيد دايما كتجار. وبيقدم برضه فيلم، ما هو كان عامل احمد السبكي برضه فيلم زي ساعه ونص وفيلم زي كباريه وفيلم زي الفرح وفيلم زي فيلم هاني سلامه وهادي الباجوري اسمه عمر وسلمى كان محمد السبكي وهم الاثنين عملوا برضه مستر كاراتيه وامراه هزت عرش مصر و بس يا محمد هنا الناس بتقول يعني ان في لما تاخد كل الافلام مسرح ورقاصه وناس قاعده بتشرب يعني ده الناس بتقول ان ده افساد لقيم المجتمع. انت عايز تقول ايه يا فندم؟ انا وبعدين على فكره يا محمد انت عارف كويس قوي ان جمهور العيد في مصر جمهور اسري، يعني ما حدش واحد بياخد نفسه يدخل السينما، ده بياخد عيلته واولاده يدخلوا السينما. غير صحيح، غير صحيح. ازاي يا محمد؟ جمهور العيد ده لا في اماكن واماكن، في سينمات يعني انت وسط البلد مش اسر، وسط البلد في العيد ده مش اسر، وسط البلد في العيد ده شباب رايحه تعيد، بس الفسحه اللي عند المصريين في العيد تتفرج على ناس وتاخد اسرتك وتروح السينما، يعني ده يا فندم يروحوا في مكان تاني، بصي يدخل فيلم اخر، ما هو انت هتدخل فيلم ناس داخله بصاجات وبطبله وبرق وبتقف على الكراسي، وفي فيلم تاني ممكن تقعد تتفرج عليه على الشاشه، ده فيلم وده فيلم على فكره. بصي طالما دارت كاميرا وتصور الفيلم وتمنتج وتطبع ونزل في السينما واجازت بيه الرقابه ده اسمه فيلم. تايتانيك اسمه فيلم وافاتار اسمه فيلم وكل واوحش فيلم شفتيه في حياتك اسمه فيلم، الاثنين يعني زي بني ادم حلو قوي وبني ادم وحش قوي، الاثنين بني ادم، الاثنين مسمى بتاعهم فيلم. الفيلم ممكن يعجبك انت ما يعجبنيش، ممكن يعجب ناس، يعني انا مثلا كان نازل لي فيلم مره وبعدين نازل قدامه فيلم انا مش عامل له اعتبار اني ده فيلم مهم من وجهه نظري انا. كان فيلم ايه ده؟ مش هقول طبعا. فناس قالت لي مش لسه قايل لي هقول لك كل حاجه بصراحه. لا لا ناس في حاجات مش صراحه قوي كده، في حاجات فاتقال لي الفيلم ده، لقيت الراجل كنت واقف بحلق، فالراجل الحلاق قال لي بقى اللي شكله جامد قوي وراح قال لي الاسم الفيلم الثاني، ففهمت ان في طبقات كتير جدا في المجتمع كلهم كل واحد منهم ليه هدف في فيلم معين. طالما رقابه اجازت فيلم لاحمد او محمد السبكي حضرتك ما تكلمهمش خالص، مش من حقك تكلميهم خالص. هم ناس النهارده بتنتج فيلم ما هو محمد السبكي انتج لي اهواك وانتج فيلم تاني وانتج فيلم تالت وبينتج فيلم رابع وبيجهز معاه فيلم جديد كويس جدا وراقي جدا. يعني قصدك ان هو بيعمل لكل الناس، بيعمل لكل الاذواق، وانت حر ادخل ده وما تدخلش ده. بالظبط يا فندم. حضرتك السينما انا على فكره مش ضد ان السينما يبقى فيها اي حاجه، مش ضد السينما يبقى فيها اي الفاظ، اي مناظر، اي خدش حياء، انا مش ضد السينما يبقى فيها اي حاجه، حضرتك من حقك ما تدخليش. بس التنوع ده مش موجود يا محمد، التنوع باللي انت بتقوله ده مش موجود. لا مش موجود، في نمط معين لافلام معينه هي دي لدرجه ما هو اصل انا هنا لا انتقد على فكره وانت عارف ده لا احمد ولا محمد السبكي، لان حتى من ينتقدون هؤلاء يورون انتاجهم. يعني هو دي الفكره اللي انا بقولها، المنتج بالمنتج، يعني انا مؤمنه بده وكفايه ان هم لسه محافظين على هذه الصناعه اللي كانت الناس بتاكل عيش منها لا وعندهم في وسط الافلام الثانيه عندهم افلام كده وافلام كده. بس هي النقطه برضو ان بقى خلاص في انت اقول لك حاجه يا محمد، في ناس وناس عاديه في الشارع من غير ما تشوف انتاج مين هتقول لك السبكي. ما هو دي خلطه. هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك لو في شارع تجاري كم مشهد كده من الفيلم بالتركيبه دي السبكي، في شارع تجاري كده فحضرتك دخلتي فتحتي فيه محل مثلا بتاع كافيار وهو شارع شعبي تجاري مش هتبيعي كويس، بس لو رحتي في مكان تاني مش تجاري رحتي جاردن سيتي ولا الزمالك ولا مصر الجديده بعتي كافيار هتلاقي زبونه. هو الماجوريتي في مصر A كلاس ولا B ولا C؟ الكم الأكبر في مصر A ولا B ولا C؟ C هم أكتر ناس في مصر، السي كلاس هم أكتر ناس في مصر، السي كلاس ليهم ذوقهم في المسلسلات، السي كلاس ليهم ذوقهم في الأفلام. أنا عايزة بس A وB وC دي، بس عايزة أتكلم عن مستوى اجتماعي. أنا عايزة أتكلم عن الطبقة المتوسطة المصرية. هي فين الطبقة المتوسطة؟ هو في طبقة متوسطة مصرية النهاردة؟ أنت مش شايف إن في؟ لا طبعًا مفيش. إحنا بقينا طبقة A كلاس وطبقة C كلاس، مفيش B كلاس. زمان يعني في اللي فوق وفي اللي فوق وفي اللي تحت مفيش في النص. طبعا 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 طبعا. زمان اسمع من امي وابويا ان كانت كل الناس بي كلاس وكان في ناس ايز قليلين وناس اللي هم سيز دول قليلين. طبعا المتوسطه كانت يعني دلوقتي انت عندك الطبقه السي كلاس هي اكتر طبقه. الطبقه انت قصدك يعني الطبقه البسيطه الشعبيه الطبقه البسيطه الشعبيه الفقيره يا فندم. هو انت عندك الفقراء اكتر. بس بتزعل قوي حتى لما بيتم تناول الطبقه الشعبيه بهذه الصوره، صوره البلطجيه. هم بيدخلوا يا فندم. لا انا بكلم. لا ازاي؟ لا ازاي؟ لا اوعي تفتكري بيزعلوا. اللي بيزعلوا على فكره واحد بيطلع في البرنامج هنا عند حضرتك بيكون ساكن في جاردن سيتي فبيزعل. لا على فكره الطبقه الشعبيه احنا لو نزلنا وقفنا مع بعض في الحاره هنلاقي الاتيتيود العام للحاره هو اتيتيود فيه خناقات، هنلاقي الاتيتيود للحاره هو اتيتيود فيه شتايم، هنلاقي الاتيتيود الحاره هو اتيتيود فيه عشوائيه في مبانيهم، عشوائيه في لبسهم، عشوائيه في ازيائهم. انت عايز تخلق من ده نموذج ايجابي؟ يعني ازاي؟ يعني هناقشك في مساله ثانيه. لما يتعمل عبده موته ويبدا شباب صغير كده لسه مولود ويقلد عبده موته، هو عبده موته منهم ولا عبده موته ده جالهم سبايدر مان؟ ما هو عبده موته ده موجود، هو نجح معاهم عشان منهم، نجح معاهم لان عندهم شخصيه منهم. محمد عبده موته موجود، بس انت لسه وخلاص وفق ظروف وواقع معين هو موجود، انت طالع بناس تانية. الناس التانية عايز تخليهم زي عبده موته ولا عايز تخليهم مش زي عبده موته؟ هو انت بتخليهم بالسينما بس؟ لا يعني انتوا ليه؟ لا انا مع حضرتك في حاجه، بس عايز اسال حاجه مهمه، هو احنا السينما بس هي الشيء الوحيد اللي بتخلي الراجل ده عبده موته؟ هل السينما هي الحاجه الوحيده؟ يعني الراجل ده ما بيروحش مدرسه، ما بيعملش حاجه غير ان هو بينزل كل يوم الصبح من النوم يتفرج على عبده موته ويرجع، وهو ده الموديل رول بتاعه، الرول موديل بتاعه هو ده اللي هو اللي شغال عليه. النماذج المبهره يا فندم، النماذج المبهره دي حضرتك في المدرسه بتخليه عبده موته. الناس بتحب الاخراج والسينما لما يلاقوك عامل شعرك كده محمد عايزين يعملوا زيك. لا والله عشان بيحبوا محمد سامي. انا هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك ده بيروح الصبح في المدرسه بيخلوه عبده موته، بيركب الصبح المترو بيخلوه عبده موته. طب ما تساهموش معاهم، بيقف في الشارع بيكون عبده موته. من الحكايه دي لا انا بدافع عن حاجه واحده بس، انا بدافع ان دايما عشان احنا بنعمل شو بزنس فهو دايما بيحاسب حساب الملاكين. احنا بنعمل حاجات تانية عشان احنا ظاهرين فبنتحاسب جامد قوي، بس في ناس تانية بتبوظ حاجات اهم بكتير جدا مش ظاهره ما بتحاسبوش خالص. انا النهارده عايز احاسب الناس. زيهم ليه؟ عايز اكون زي مين؟ زي اللي بيعملوا كده اللي بيخرجوا. انا ما بكونش زي حد، انا احاسب انا كمحمد سامي مش عن وجهه نظري، عن مجمل اعمالي. صحيح. انا اتحاسب عن مجمل اعمالي، انا قدمت للناس ايه؟ انا قدمت سبق الاصرار، وقدمت ادم. صحيح. وقدمت حكايه حياه، وقدمت كلام على ورق، وقدمت رجاله، وقدمت رؤيه فنيه اخراجيه متميزه، ودخلت في تحديات كبيره. وفي حاجه قلتها لي حلوه قوي، انت عارف ان الصوره العكسيه برضو بتجيب نتائج سيئه، يعني صوره طول الوقت انك تجيب مصر عشوائيات وعشش ومصايب وبلطجه، ما هو ده مش صح. انت عندك كان عندك الصوره الحلوه لمصر، يعني انا بشوف مصر حلوه، انا بشوف مصر حلوه، بس بتضايق وانا بصورها، انا بتضايق وانا بصورها، لاني مثلا انا اروح القلعه اصور في القلعه، اقف 3 ايام بغسل في شبابيك القلعه عشان اصورها، عشان تتصور، لان اللي فيها مش مخلينها ينفع تتصور. بروح اصور على كوبري حديد عملوه ناس مش مصريين وسابوه شكله انتيك حلو، ما ينفعش ان انا اروح اصوره اجيب عربيات مطافي واقعد اغسل فيه من قبلها باسبوع. ما ينفعش ان كل الارض عليها حاجات، وما ينفعش الرصيف عليه حاجات، التكييفات، الحاجات، احنا ما بناخدش بالنا من منظر الحاجات. انا عشان اعمل، انا لما بعمل انا بصور وسط البلد، انا بقعد امسح التكييفات ويافطه الدكاتره والمهندسين. انا مش فاهم لغايه دلوقتي مثلا فكره يافطه المحامي اللي في البلكونه او يافطه الدكتور في البلكونه، يعني هل انا اكون معدي في الشارع مثلا، هعدي من وسط البلد فهفتكر ان انا عندي قضيه، فهشوف ان استاذ الفلاني الفلاني مستشار بالنقد والمحامي بالنقد والاداريه العليا هم طالع له دلوقتي، هو مش محل. ما حضرتك ما في تحت في مدخل العماره كل الاساتذه الدكاتره والمهندسين. لا وزمان كان زمان شوف ما فيش متاحف في اي حته في الدنيا، يعني انا عمري ما عشان كده. بس على فكره بيقولوا محمد ده كلام في غايه الاهميه، الناس بتقول هي ليه صوره وسط البلد في الافلام القديمه حلوه ووسط البلد في الافلام الجديده وحشه، لان الواقع كان حلو ومفيش تكييفات. صحيح. يعني هو صحيح. احنا ليه بنفتكر كل حاجه بعد ما بنبني العماره؟ يعني مثلا انا مش هقدر احاسب على الحتت القديمه، بس الاماكن الجديده اللي بتتبني بتدخلي كومباوند حلو قوي وتلاقيهم مش مانعين ان كل الناس مركبه، كل فيلا او كل شقه مركبه 5 تكييفات طالعين من بره بالخرطوم الابيض الكبير ده، وسلك الدش مدلدل من فوق معدي من عندك من نص البلكونه للشقه اللي تحتيك. تامر في اهواك غير تامر في عمر وسلمى؟ تامر حسني طبعا. طبعا. يا اما اكون انا فشلت. طبعا. ايه اللي طلعته في تامر؟ اللي طلعته في تامر حسني في اهواك انضج تامر في اهواك. عندك تامر بيضحك نفس خفه دم، هو تامر دمه خفيف قوي. تامر نجم كبير كده. انت عملت عمر وسلمى 3؟ عملت عمر وسلمى 3. تامر حسني عمل في اهواك انه تامر بيضحك برضه، بس هو انضج. دي اكتر حاجه انا عجباني، هو كان شغال معايا على الموضوع ده قوي، هو كان حابب قوي ان هو يكون بالشكل ده. طب نشوفه تامر في عمر وسلمى. اتفضل. 1 2 1 2 kick it. قررت أغني شعبي وأنا هشتغل رقاصة. دي فقرة إيه دي بقى يا ترى؟ لده وبنات مصر الجديدة والمعادي والقلعة والمهندسين يا ابني. لا المهندسين كانت تبع واحد صاحبي. قالوا عايزني اصدق انه مسافر اسبوع بالشنطه دي. تعرفيش انت الشنطه دي بتشيل ايه ولا ايه؟ وبعدين ريحه البيت عندي كتير كتير بشعه. انت بتطبخي بزيت ولا بشو؟ انت بتطبخي بايه؟ صابون سايل؟ نور يا ابو الجبالين. سقط البنطلون. وايه دي؟ منتهى القسوه، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. ايه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسد؟ قولي 10 اسود مع بعض. عمر انت بتتلكك عشان نطلق؟ مش عارف. اتطلقنا بس احنا نفضل صحاب. لو انت فاكر انك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياه الحريه تبقى غبي. الدنيا دي بنت لذينه عماله بتخبط فينا وفي ايه هنعمله بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكره معاه ورتبت نفسك كده وياه وفي لحظة بقى مش من حقك تسأل عليه. الدنيا دي بنت لذينة عمالة بتخبط فينا وفي ايه هنعمل بإيدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكرة معاه ورتبت نفسك كده وياه وفي لحظة بقى مش من. وافقت على عمر وسلمى 3 ليه؟ فات على عمر وسلمى 3 عشان خاطر تامر طبعا. كان تامر رشحني في ادم ورشحني في عمر وسلمى 3. وافقت عشان خاطره هو. انا كنت خايف من الفيلم ده قوي واللي انا خايف منه عمر وسلمى 3 عشان كان في عمر وسلمى 1 و2. عمر وسلمى 1 و2. انا كمخرج باجي اعمل ايه؟ باسس شخصيات واسس حركتهم واسس تصرفهم واسس حاجاتهم وازرعهم جوه الممثلين بتوعي. انا اشتغلت فيلم انا مش مؤسس فيه حاجه. نجح الفيلم ايراداً جدا. فنيا انا مش معجب بيه قوي بصراحه. فنيا دماغ محمد سامي كلها مش موجوده. فنيا انا ما بتفرج على الفيلم ده دايما وبسمع الايراد الكبير اللي هو جابه في وقتها. وتامر كان دايما يقعد يقول لي ما تخافش ان شاء الله تمام والدنيا. وقامت فيه ظروف وحشه قوي. احنا الفيلم ده اصلي نصه اتغير عشان الثوره فصورنا نصه هنا وكان نصه الثاني في جنوب افريقيا. قصه ثانيه خالص. الفيلم ده اتغير على الهوا كده عشان الثوره قامت فكان لازم الفيلم يتقفل. فكان بقى لنا 4 أسابيع في جنوب افريقيا. عملنا 1.5 أسبوع هنا ولا 2 أسبوع هنا قفلنا فيهم الفيلم. فهو فيلم ملوح بالنسبه لي. في حاجه فيه مش صح. بس هو عدى عشان نجاح عمر وسلمى 1 و2. يعني انت استفدت من نجاح عمر وسلمى؟ طبعا 1 و2 نجحوا جامد جدا. فاهواك اسست. فاهواك بقى فيلمي. فيلمي. طبعا. هروح للدراما عشان مشاهد التعذيب اللي انت عملتها في ادم. ماجد المصري طبعا. ماجد نجم كبير. ايه الكلام الجامد ده؟ انهي كلام؟ انهي كلام؟ خلينا نشوف الكلام اللي انا اقصده. انا قلت كل اللي عندي وما عنديش حاجه تانية اقولها. ولو قعدتوا تعملوا حركاتكم الهبله دي من هنا لحد قيام الساعه مش هتوصلوا لحاجه. قسما بالله العظيم انتوا بهايم. ماشي يا حسان. وبرضه لو قعدت من هنا لحد قيام الساعه وما قلتش المتفجرات دي جت منين مش هصدقك. وبعدين انت هتقول يا حسان. مفيش حد يا بابا بيقعد هنا وما بيقولش. قول يلا. عايزني اقول وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد دخلت اجسامهم ظلمة القبر. قلت لي بقى اخويا عملوا ايه في العروسه؟ شوف احسن اخويا ده قدامك حل من الاثنين. يا تقول جبت المتفجرات منين؟ لا هبعت اجيب مراتك عفاف وحرميها للعساكر والمخبرين. مش هقول لك بقى العيال هنا جبابره. هيتعمل عليها حفله والعيال ما شافوش نسوان بقالهم اكتر من 4 اشهر. تعملوها عملتوا لك كلب كفره. ابن الجزمه اللي بيكفرنا فجاه ده انت اهبل يالا. اهبل؟ بالعكس انتوا اللي هبل، انتوا صعبانين عليا على فكره. صعبانين عليا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان رضا عبد، عشان طاعة عبد، عشان خوف من عبد، عشان ترقية من عبد. لما انا واللي زيي بنعمل كده عشان تقى ربنا، عشان رضا ربنا، عشان خوف من ربنا، عشان طاعة ربنا، عشان ترقية من ربنا. في يوم من الايام هتشوفوا ناركم اهدى. السام بيتكلم صح. السام بيتكلم صح. ادهم بيه مظبوط ولا ايه؟ كمل يا جاسم. انت عندك حق. نفعل يوم القيامه هنشوف عذاب جهنم. بس انت وحياه امك لا هتشوفه دلوقتي. اوعى قعدت تفكر نفسك هتموت شهيد، بالعكس ده انت هتموت كافر وابليس 60 كلب. انت عارفين انتوا موتوا كام واحد؟ الراجل نفسه بيروح يا كفره. الراجل هيموت يا سيف. طلعه بره، افتح الباب بره. عرفت اسمك يا سيف، عرفت اسمك يا سيف. ازاي تقول اسمه؟ انت متجنن؟ نزل ايدك دي. ايه؟ الراجل كان هيموت. ما يموت ولا روح في 60 داهيه. انت باستهتارك ده عرفته اسمي. دي غلطة ممكن أقعدك بيها في البيت، بس أنا بقى هعديها لك عشان أنا العقيد سيف الحديد. ده محمد سامي الممثل ومحمد سامي المخرج، الاتنين مع بعض. طبعا ما كانش عينيك باينة يا محمد، أنت اللي كنت في الحوار اللي بيتم تعذيبه. إيه اللي خلاك تفكر تعمل الحكاية؟ ما كانش في حد. أنت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد. ما لقيتش حد تعذبه في الفيلم؟ كنا في آدم، وكان الوقت ده كان المؤلف أحمد محمود أبو زيد بيسلم عليه طبعا. وكان بنصور في مبنى أمن الدولة، ده اللي هو بنيينه ديكور، كان المهندس سيد انور. وكانت المشاهد بتيجي على الهوا عشان كنا بنكتب في وقت بسرعة. كان برضو نفس أحداث الثورة ساعتها. كانت كل في لخبطة في كل الأعمال الدراما فكان الورق بيجي على الهوا، فكان في مشاهد بتيجي مش عاملين حسابها. يعني عايز تقولي إنك حفظت الحوار ده؟ لا، هو أنا الحوار ده مع الاحترام لأحمد، هو حوار المشهد اللي هو أنا بقوله أنا كتبته. الحوار اللي أنا قلته ده أنا كتبته. ده حوار واخده من حاجة، يعني من كان الشيخ كشك هو اللي كان قايل. هو كان من صحيح مات من غير عدة، وكان من علينا 10 حين من الدهر، وكان من لا كل الحوار. بشكل عام كان الحوار، يعني المشهد، خدت محتوى المشهد وعملت المشهد بالشكل ده وقريته لأحمد في التليفون أبو زيد وحبه ودخلت عملت. يعني تأليفك وتمثيلك وإخراجك الحوار هو بيكمل فقرة. بس في حاجة بقى، يعني كان دايما يتقال الممثل الشاطر تعرفه من عينيه. انت هنا كنت معبر قوي ومؤثر بصوتك وباللي انت بتقوله، بس انا مش شايفه عينيك، مش عارفه انت. بس في حاجه تانية كبيره موجوده هنا، في ياسر عبد الرحمن موجود هنا طبعا، في احمد زاهر وماجد المصري موجودين هنا. تحيه كبيره ليه يعني. او ده من نفسي اعمل معاه حوار، كلمته مش عايز يطلع ياسر عبد الرحمن. استاذ ياسر يعني الحقيقه من الناس اللي بتعزف المزيكا هنا، هو ده ياسر عبد الرحمن. بيعرف ازاي يجيب الاحساس ويشتغل عليه. طبعًا. الضوء الشارد والموسيقى كل حاجه. كل حاجه عملها، كل حاجه عملها المواطن المصري، كل حاجه عملها، كل حاجه عملها. استاذ كبير قوي. انا كنت محظوظ على فكره في ادم ده قوي. ادم ده انا اشتغلت مع ناس مهمه فيه. انا اشتغلت فيه مع احمد فؤاد نجم الله يرحمه، اشتغلت فيه مع ياسر عبد الرحمن، اشتغلت فيه مع نجوم كبار. ادم ده كانت طالعه اولى، كنت محظوظ فيها جدا. الحمد لله يعني ان العمل ده نجح نجاح كبير. ده اني ما كنتش محظوظ فنيا بحاجات تانية مش انسانيه. بمعنى يعني عملك مع غادة عبد الرازق كانت طاقه النور زي ما بيقولوا كده، حد دعالك في ليله قدر، لان النجاح اللي انت عملته كان كبير قوي. والنجاح اللي انا عملته كبير قوي عشان النقله كانت بالنسبه لها كبيره قوي. النجاح اللي انا عملته مع غادة كان كبير، لان كان اخر عمل ليا انا ادم قبل ما اشتغل مع غادة. كان اخر عمل ليها هي قبل ادم سمر، فكانت النقله عندها كبيره وهي محبوبه. كانت يعني انتوا خدتوا بعض طبعا فنيا يعني. طبعا. عملنا سبق الاصرار وعملنا حكايه حياه. طبعا الاثنين نجحوا نجاح كبير وعجبوا الناس، وكان فيهم دراما مهمه. بصي الدراما اقرب حاجه للناس، اقرب حاجه تقربي بينها الناس، لا الصوره ولا الشكل ولا المضمون ولا الدراما، هي اكتر حاجه ممكن تدخلي منها البيوت. عشان كده انا حابب نيللي كريم قوي الفتره اللي فاتت قوي. نيللي كريم في الفتره اللي فاتت عرفت تبقى هي الست، كل فتره في واحده بتعرف تعمل دراما حلوه للناس. هي نيللي انتزعت عرش او هزت عرش غادة عبد الرازق طبعا طبعا اكيد. هي نيللي دلوقتي بقى لها سنتين يعني ذات، وبعدين سجن النساء، وبعدين تحت السيطره هم اللي بيتصدروا. بس انت في غادة عبد الرازق او في سبق الاصرار او حكايه حياه كانت فكره الصوره والديكورات المبالغه فيها دي، يعني انت طلعت السرير المنور. انا حتى قريب استخدمت مشهد ليك مع سبق الاصرار في الدريسنج العظيم ده اللي جبت للناس. يعني انت بتتكلم عن مين؟ الديكورات دي فين؟ لا في بيوت كتير قوي في مصر عامله كده. طب نشوف في بيوت كتير عامله كده. أنا فريدة الطبك المحامية، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة. لو الراشي حط في جيب المرتشي الفلوس من غير ما يعرف تسقط التهمة. أصعب حاجة ممكن تسمعها أي ست، دي مرة واطية ووسخة وبيضة. وأكتر حاجة ممكن تسعد أي ست، بحبك يا فريدة. بحب زياد الرفاعي مع إن جوزي اسمه منير الدويري. مهندس منير الدويري زياد الرفاعي. بحبك يا منير. بحبك يا فريدة. بحبك يا زياد. بحبك يا فريدة. أصعب حاجة غيرت في، أنا مش مخرجة بس أنت غيرت في التكنيك الخاص بالإخراج، لكن هنا فكرة الصورة المبهرة قوي استخدمتها بشكل مبالغ ولا استخدمتها؟ والله مبالغ ده حسب برضه. أنا في المسلسل ده كان هو كان يعني كل الناس كان كلامها عنه، المسلسل ده نقلة في شكل الصورة في المسلسلات. كان في أرت دايركتور شاطر، وكان في مدير تصوير شاطر جدا، وكان في روح حلوه في المسلسل ده. المسلسل ده كان كل روح الناس حلوه فيه، مع بعض ممثلين بمخرجين بالكرو بالحاجات، بالمخرج بالممثله كنت انا وغاده ساعتها اصحاب جدا. كان المسلسل ده كانت روحه حلوه فطلع بالشكل ده، وكانت شركه الانتاج بتصرف عليه كويس فطلع برضو بالشكل ده. لما ما عملتش دراما في 2015 اصل الدراما دي هو يعني داخل لكل الناس بقى، السينما هيروح لك ناس وما يروح لكش ناس. قرارك انك ما تشتغلش في 2015 كان قرار سهل لانك اتفرغت عشان عملين سينمائيين، عمرو سعد وتامر حسني. والله كان قرار سهل قوي لانه كان قرار كان طلبي، كنت عايز اعمل كده. انا كنت في مسلسل هعمله وبعدين انسحبت، لقيت نفسي مش قادر 4 سنين ورا بعض ما برتاحش. مسلسل كان في رمضان، كان مسلسل رانيا يوسف وروبي واحمد زاهر، كان اسمه ارض النعام، سيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن. وبعدين بعد شويه كده يعني اول ما بدانا نتكلم وحاجات وفعلا جت رانيا ومضت، وجت روبي ومضت، وجي زاهر ومضى. وكنت حاببهم جدا، كنت حابب جدا ان انا يعني 3 ممثلين هايلين. رانيا كانت خارجه من 7 وصايع عامله شغل حلو قوي، وروبي كانت خارجه من سجن النساء مع كامله. كامله، تحيه لكامله ابو ذكري عشان بحبها جدا، بحب شغلها جدا كلنا. واحمد زاهر يعني اللي هو ممثلي المفضل. دخلنا نعمل العمل ده، بس انا لقيت نفسي مش قادر، لقيت نفسي فعلا كل اكتر حاجه كانت مشجعاني الممثلين ال3 اللي معايا، ان انا عارف ان لو دخلت بيهم السباق الرمضاني مش هيبقى مسلسل سهل خالص ولا مسلسل ينفع تعدي من العمل ببساطه. ما قدرتش، كنت تعبان قوي، منهك جدا من الاعمال اللي قبلها. كل سنه رمضان في رمضان في رمضان في رمضان، مش لاحقين نقعد على الورق، مش لاحق اعمل حاجه برضو. قلت بس انا السنه دي بقى هو ربنا كده سبحانه وتعالى بيقول لي السنه دي انت اشتغل سينما، وانت مقصر في حق نفسك في السينما شويه، اشتغل سينما، اعمل لك فيلم او 2 السنه دي وارتاح شويه كده عشان السنه الجايه تجهز. يقولوا طعم النجاح السينمائي بيبقى طعم مختلف تماما بالاربع مسلسلات، صدقيني حضرتك. ده دايما يتقال كده، احساس برضه والموهبه الحقيقيه بتبان في السينما. احساس ان حد بالريموت قاعد في البيت بيجيب القناه دي تشوف من المسلسل ده شويه وعن المسلسل ده شويه، احساس ابو بلاش ده وليه كل التقدير والاحترام المتفرج اللي قاعد بس احساس ابو بلاش حاجه، واحساس ابو انزل لك والبس لك واروح السينما واقف ادفع تيكت عشان ادخل اتفرج على النجم اللي انت بتقدمه لي في العمل ده، ده احساس تاني مدهش. لما بتحس زعلان من محمد سامي ولا فرحان بيه؟ في ايه؟ في شغلك. في شغلي حاسس ان انا لسه ببدا، كل مره بحس ان انا لسه ببدا. يعني كل مره انا فوجئت من فتره كده، كنت قاعد بكلم في تصوير مع هشام مبارك. هشام مبارك من احسن مصورين الموشن اللي موجودين، فقعد معاه فبيتكلم معايا فبيقول لي يا ريس وانت عارف في ناس ما بتفهمنيش وبتاع ومش عارف ايه، بس عشان انت يعني عشان احنا قدام يا سامي برضه وبتاع. رحت ركزت لحظه كده في الكلمه قدام، فركزت ان انا لقيت فعلا ان انا بقالي سنين بشتغل دلوقتي رغم ان سنك ما شاء الله محمد صغير. محمد على فكره يا جماعه 32 سنه انا شخصيا فوجئت بانه عنده 32 سنه الحمد لله. فحسيت ان دعوه ابويا وامي ووقفه مراتي جنبي طول الوقت مخلياني ان انا الحمد لله رب العالمين ان انا حققت في شغلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انت بتتعب قوي في شغلك يا محمد، اصحابك القريبين منك يعرفوا ده، بتتعب قوي في شغلك وبتصدق اللي انت بتعمله بغض النظر، فانت بتصدقه وبتشتغل عليه وطيب قوي يا محمد. انت في ناس لا والله هتقال لي ده من ممثله هي موهوبه قوي بس ما كانتش واخده حقها، يعني مش لازم اقول هي مين، بس قالت لي محمد سامي ده جدع قوي وطيب قوي واقف جنبي عشان انا عندي موهبه مش عشان اي حاجه. يعني هو انت اصل انا عامل زي مدرب الكوره اللي بيقف على الخط بره يعمل خطه ويقف على الخط بقى، وممكن الفرقه تنزل تعك عادي جدا، ممكن الفرقه تنزل تجيب بطولات. انا يعني انا مثلا في اهواك اما اشتغلت مع تامر على الشخصيه، وتامر ده اقدب خلق الله، اقدم يعني بجد الادب ده مع النجوميه دي مش ظابطين، مش فاهم ليه في حاجه بقول له فيك حاجه غلط هتطلع في الاخر هتطلع في الاخر في حاجه ثانيه فاهم، مش هينفع كده فاهم، مش مسموح. غادة عادل مؤدبه زياده، استاذ حميده روح قلبي بعشقه، انتصار بتيجي تضحكني فما تخلينيش متعصب، كل واحد فيهم مالك اخويا الصغير كل اللي كانوا موجودين في الفيلم. في سعاد القاضي اللي هي عملت دور معايا صغير، دي شاطره هايله من الاكاديميه هايله. أمل رزق، كلهم كانوا وانا بشتغل معاهم عايزين يعملوا معايا حاجه حلوه. عارف يا محمد لما مخرج بيكبر وبيبقى له تاريخ كبير جدا وساعات يقول زعلان من نفسي قوي ان انا عملت الفيلم ده ولو يرجع بيا الزمن تاني ما اعملوش. بتحصل. حصلت لك قبل ما تكبر ولا؟ حصلت لي في عمر وسلمى 3. مش عايز الوم اي حد غيري في الفيلم ده لسبب واحد، لان انا كان ممكن الفيلم ده يكون فيلم تجاري. وانت بتحب الافلام التجاريه؟ لا فيلم تجاري انا احبه، انا فيلم تجاري احبه، انا فيلم اهواك فيلم تجاري، اما الجمهور يتفرج على اهواك هيفهم قصدي. عمر وسلمى 1 و2 افلام تجاريه حلوه، عمر وسلمى 3 اقل من 1 و2، اقل من 1 و2 طبعا. المخرج السبب تفتكر؟ يعني والله هو المخرج الاولاني اكرم صاحبي وحبيبي طبعا. عمل الجزء الاولاني هو احلى، واحمد البدري عمل الجزء الثاني كان احلى، انا عملت الجزء الثالث كان وحش، انا التغير الوحيد يبقى العيب عندي، انا هعتبرها كده بس هو العيب الاساسي في النص. لا هي فكره ما هو على فكره ده مش النص اللي مش بنيه انا محمد سعد الليمبي غير كل الحاجات اللي بعدها، فكره الشغل على تركيبه معينه واستهلاكها زياده عن اللزوم، يعني بيسموها ايه في السوق عندكم بيسموها مصمص الحاجه خلاص بقى. يعني بصي دي وجهه نظر تحترم جدا وانا معاكي فيها، ودي كانت وجهه نظري من الاول. وجهه النظر الثانيه، اني يعني انت ليه وافقت ان انت تعمل فيلم؟ قلت طبعا انا وافقت عشان تامر حسني في المقام الاول، تامر حسني اعمل له اي حاجه، الراجل جابني اعمل ادم من وانا مخرج فيديو كليبس لازم اعمله اللي هو عايزه، وهو ساعتها كان الظروف اللي مخليه الفيلم الثوره فلازم نقفله هنا ونقفل الحاجات كلها ونعمل حاجات، خليته برضو ايه كان شايف عيوب معينه في الفيلم وكان عارف ما اتفاجئش، بس كان عارف ان ربنا كان دايما يقول لي ربنا ان شاء الله هيعدي الدنيا دي على خير، السنه دي خير هتتعدى على خير وبتاع، وربنا كرمنا بنجاح كبير في ادم خلاني ما شفتش عمر وسلمى. ففوجئت انه جاب ايراد كبير جدا، كنت انا في امريكا ساعتها كانت طايه بنتي كنت ربنا يخليها لك يا رب. ولقيت ان الفيلم جاب فلوس كتير قوي بس انا مش مبسوط، يبقى مش تجاري، يبقى انت مش بتاع الافلام التجاريه. لا انا مش مبسوط، لا مش التجاريه، انت فاهمه تجاريتي غلط. تجاريتي سبق الاصرار. تجاريتي آدم، تجاريتي حكاية حياة، تجاريتي أصل التجارية بتتفهم بالمعنى خرجت بره التجارية. أنا في كلام على ورق، لو عايزة تفهمني لما أنا بكون غير تجاري، أنا في كلام على ورق كنت مش بناشد التجارية قوي، كلام على ورق كنت حاسس إن أنا إيه، أول مسلسل ليا نجح، تاني مسلسل ليا نجح، تالت مسلسل نجح، حاسس إن أنا محتاج أعمل حاجة بقى أنا إنجوي فيها الأرت اللي أنا بعمله. لقيت إن الكلام ده مش ما بياكلش، ما بياكلش والله. طيب انا هسيبكم على جزء من كلام على ورق لانه عمل درامي متميز حتى لو ما كانش، انا بحبه اكتر واحد، ما جابش اكل، انا بحبه اكتر واحد. اكتر واحد. نورتني يا محمد واتمنى لك التوفيق. اشكر حضرتك وميرسي. الموهبه اللي عندك يا محمد تخليك تفكر في الاثنين، انك تعمل حاجه ناجحه تجاريا بس خلي بالك كمان ان في ناس بتشوفك وبتقلدك وبتتعلم من اللي انت بتقدمه وبتشتغل على حاجه معينه، فخلي حكايه القيم ان شاء الله يا رب عشان خاطر اصحابك بس. يا رب على بالك يا رب نحاول نسعد الجمهور ان شاء الله. مبروك يا محمد، اهواك ونورتينا النهارده في كلام. هسيبكم مع جزء من كلام على ورق، احلى ما قدم محمد سامي من وجهه نظره دراميا، لكن هرجع للسياسه مره اخرى وهيكون عندنا فقره ثابته خلال الفتره القادمه. ما زلت مهتمه بالانتخابات وبالبرلمان، وهيكون معايا النهارده الاستاذ مجدي عفيفي رئيس حزب الاحرار الدستوريين عشان هيبقى عندنا كل رؤساء الاحزاب على مدى الفتره القادمه. بس هسيبكم مع فاصل قصير مع العمل الدرامي كلام على ورق. تعرفي ايه الفرق بين الواحد لما يحب حاجه او يتعلق بيها؟ يعني انت بتحبني وانا متعلقه بيك. دي ايه اللطافه دي؟ انا بتكلم بجد على فكره. طب قول انت، بحب اسمعك. بص يا ستي، لما الواحد بيحب حاجه بيحبها زي ما هي، يعني بالحاجات الحلوه اللي فيها والوحشه. لكن لما الواحد بيتعلق بحاجه بيبقى عارف انه هيجي يوم ويسيبها او يزهق منها. حبيبي انا بحبك اهو. كلامك حلو قوي يا حمزه، انا حاسه انه هيجي يوم وتبقى أشهر من نزار قباني. نزار قباني أكتر حاجة بحبها فيك يا حبيبة إنك عارفة ومتأكدة أنا بشتغل كويس يا حبيبة، وبحياة أمي أنا مؤلف مش شاعر. اللي يشوفك في الأتيليه ما يشوفكيش دلوقتي. إيه مالك فيه؟ ساعات بحس إنك بتقول كلام زي مجدي. بقول كلام زي مجدي؟ والله أنت تعرفي أكتر، مش انت اللي بتحبيه. انا مش زي مجدي حبيبي. مجدي ايه بس اللي حبه يا ابني؟ انا بحبك انت. وعلى فكره بالنسبه لموضوع الواحد بيحب الحاجه والكلام اللي انت قلته ده، انا بحبك. إن في حاجة بتبعدنا عن بعض. مجدي اللي لو كان مكاني دلوقتي ما كانش عمل أي حساب لوجودي زي ما أنا عامل حساب.